السلام عليكم. اليوم راكم مع فطوركم مزيان وان شاء الله جبت لكم وصفه سهله، وهي نديروا شوربه تاع الشوفان ولا شوربه تاع الاوتميل بالدجاج. حصون سهله، وكانت يما الله يرحمها تاكلها بزاف كي كانت مريضه. حصون فيها الدجاج، فيها الحشيش مقطفه، سلانترو، طوماطيش قطعتها نحيت لها لابو وريحتها، وكان البصل حنص حبه بصل، وفلفل الكحل بلاك بيبر، والملح والقرفه والزيت وشوفان اوتميل. حسن بسم الله. راح نبداو بالدجاج. الدجاج انا هذا عندي عندي الفلاكويس وعندي البلون، لازم نفخدو. عندي بصل نص حبه مرحيه، حسن كل شيء على مره، لازم ما كاش حشيش مقطفه نديرو شويه وبعد نزيد الضراب. من بعد نزيدو طوماطيش، اللي يحب يدير يدير ولا ماشي بزاف، جوج حبه صغيره. نزيدو لها الملح، بسم الله، وبلاك بيبر شويه ماشي بزاف. هادي السوبه مليحه سورتو في رمضان، واللي عندهم لي ستوما الكولو حاسه مليحه ليهم، كانت ناكلوها بزاف في رمضان. زيت واحد، زوج، ثلاثة، خاطش كترتها درت البلون، خاص نخلطهم هكذا، ودوكا نديرهم فوق النار يتقلاو، والما راني درتو يسخن، خاص سهلة. شفتو يتقلا، خاص نسيت باش نقولكم، نسيت الكوريندر، خاص القزبر مرحي شوية، نديرلو غير شوية وبعد نديرلو مع الآخر، غير شوية، مع الآخر كي ديروه يجي الله يجي ما شاء الله تجي سوبا هايلة. حصون اللي ما عندوش الدجاج بزاف يقدر يدير مرق الدجاج، شويه دجاج ومع مرق الدجاج فنجي بنينه. نخليها تقلى حتى يتقلى الدجاج مليح باش نديرو الماء نمرقوه. هاي تقلات دوكا، تقلات مليح، كي تقلى دوكا نديرو الماء سخون. بسم الله، حصون الدجاج يطيب برخا. دوكا غير يتقلى نرمولو الشوفان. حصون قطعة الدجاج صغير، حصون ولا تقدرو تشوفو الدجاج كيطيب باش ديرو. الدجاج راه طاب وراه المرقة، دوكا نبداو نديرو اوتميل وحدة. هادي اتس لايك هالف كاب، نبداو نزيدو اوتميل، هي واحد يشوفها على حساب المرقة. بسم الله، ويخلط. وهي ما ملي تشوفوها جاتكم قيلة ولا زيدوا لها الماء، هي ما كي تكون ديروها في الفريجيدار وخدوها من داك تقدروا كي تسخنوها تزيد لها شويه ماء سخون هكذا وخلوها. حاسو بصح السوها باسكو اوتميل هادية ولا شوفان كون تغطوه يفيد. اوكي نخلوهم بعد تشوفوا كيفاش طاب. راكو تشوفوا راهي وجدت لاصوب، هاي تريح تشهي. دوك نزيد لها هذا القزبر، خاص نخلو لها المرقه باسكو هي تشرب الشوفان ولا الاوتميل. ونزيد لها حشيش مقطفه سيلانترو، شوفوا حصل جبنينه كي تشوفوها هكذا تبان ماشي بصح كي تذوقوها بنينه. من بعد تشوفوها في الطبسي. رانا خلصنا مع هاد السوب. حصون هادي السوب نعيط لها السوب تاع يما الله يرحمها، واللي يدير هاد السوب يرحم عليها. واش نقولكم بصحتكم وبصحتنا، والسلام عليكم.